جيت استجواب طلع لي واحد يقول الشيوخ يستجوبون الشيوخ، وانا اقول اليوم حكومه تستجوب حكومه. انا ما حاشيتك يا شيخ ولا كلمتك من الاسره الحاكمه ولا كلمتك بصفتك احمد الحمود، انا اكلمك بصفتك وزير داخليه. انت قاعد في بيت الامه، انت الامه البريئه يا حاكمك. اقعد اقعد. اوعدك يا معالي الوزير بدل ما تحاتي وتلف على افراد اسره حاكمه تقول لهم صفاء بتجرحني، انا ما راح اجرحك. اقول لك كلمه واحده اكتفيت، اذا كنت مو قد هالمنصب اتركه حق واحد احسن منك. احنا اتهمناك في ذمتك الماليه، حنا قاعد نقول انت حنث بالقسم وديت معلومات غير صحيحه. قوم قول انا ثوبي رغيف مثل هذه القطره، قوم وضح قول انا لا ثوبي ابيض. تحملت التجريح والضرب والكلام الزايد احتراما للقاع واحتراما لعادات اهل الكويت ومبادئهم. انتم ابناء الاسره، هذا مال عام واحنا مؤتمنين عليه امام الله عز وجل، والولاءات يا سمو الرئيس يا اخ احمد ما تشترى بهذا الملف. هيئه فساد، نيابه عامه، اللي تبيه بروح. لا لا لا، اللي هناك ماشي. شكرا. مساء الخير مشاهدينا الكرام، والحلقة الأولى من برنامج راي وراي رجعنا لكم بعد غياب سنة تقريبا، بعد ما قدمنا أمه 2016 في الانتخابات. اليوم نرجع وأنا أكمل 10 سنوات في الإعلام. بديت أنا التقديم التلفزيوني في شهر 10 2007، اليوم في شهر 11 2017 أكمل 10 سنوات، والمشهد السياسي في الكويت هو لم يتغير. 10 سنوات والكويت تدخل من دوامة وتطلع وترجع في نفس الدوامة. كل اللاعبين المؤثرين، كل الأجنحة السياسية المؤثرة، شيوخ، حكومة، نواب، معارضة، إعلام، تجار، تيارات سياسية، كلهم في هذه الحقبة انطقوا. ما في ولا جناح سياسي قوي قاعد يوازن الأمور داخل البلد في الحقبة الأخيرة. أهم الحقب اللي احنا قاعد نتكلم عنها وأهم الأجنحة السياسية اللي احنا قاعد نتكلمها هو الشيوخ، ولهذا هو عنوان حلقتنا اليوم. لكن قبل هذا والكلام اللي أنا يعني كتبته بتويتر قبل فترة لما قلت بأني راح أرجع للراي بتغريدة كتبتها لا أقصد منها شيء، حجم التفاعل الكبير اللي وردة الفعل بأن انتخابات قريبة قادمة، صح يمكن الراي عروقها بالماء على ما يقولون، وقد تعرف يعني بعض الأخبار وعندها بعض المصادر اللي أنا يمكن ما أدري عنها لأني أنا توني يعني جديد معهم، ما صار لي فترة طويلة. لكن هذا يعكس أو الربكة اللي صارت يعكس بأن احنا في حالة من الترهل السياسي اللي خلى الكل يتوقع الحل ويتوقع الاستقالة ويتوقع أي شيء سلبي ممكن يصير في البلد، لأن هي نفس الدوامة مثل ما قلت قاعد تتكرر. عموما حلقة اليوم بعنوان الشيوخ والانتخابات. سألت الناس سؤال على تويتر، قلت لهم شنو أسباب زيادة استجوابات للشيوخ في آخر 10 سنوات. معلومة يعني راح أقولها الحين، بس هذه نتيجة الاستفتاء. الأغلبية تشوف أن ضعف كفاءة شيوخ الوزراء، الرأي الثاني يقول انعكاس لصراع داخل الصباح، والرأي الثالث تطور سياسي طبيعي. طبعا اللي خلانا نروح إلى هذه الحلقة، أولا لأن الشيوخ يمثلون أهم أجنحة العمل السياسي. أثنين، لاحظنا بإحصائية يعني دقيقة جدا بأن ما يقارب 60% من الاستجوابات في آخر 10 سنوات وصلت كانت للشيوخ، بالضبط 57. يعني أغلبية الوزراء اللي تم استجوابهم هم من أبناء الأسرة الحاكمة، وهم الأكثر تعرضا للتجريح والمساءلة السياسية. اليوم مع ضيوفي النائب خلف دميثير والنائب حمدان العازمي راح يفصلون أكثر بحكم رؤيتهم وخبرتهم في هذا المحور. لكن قبل لا ندخل مع الضيوف أنتهي بآخر
استجوابات للشيوخ، وهو استجواب الشيخ محمد العبدالله، واللي أدى فيه الأمر في النهاية إلى استقالة الحكومة. الشيخ محمد، أنا الرسالة اللي بقولها الآن ما أوجه لياه، محمد يعني أخ وصديق، ورسالة الأخوان تنقال في السر ما تنقال في العلن، لكن أنا الرسالة ما هي موجهة لشخصه، إنما لكل من يحاول أن يضغط على الشيخ محمد العبدالله للعودة مرة أخرى للمشاركة في الحكومة. الشيخ محمد العبدالله هو آخر حفيد مباشر للشيخ مبارك رحمة الله عليه، وهو الشيخ اللي في استجوابه الأخير لم يتم الطعن في ذمته المالية ولم يتم تجريحه سياسيا بشكل كبير. والأجواء السياسية الآن رايحة في اتجاه حل لمجلس الأمة بعد سنة يمكن أو سنة ونص، لأن السيناريو خلاص صار واضح، صار لي 10 سنوات وأنا نفس السيناريو، تصعيد سياسي، استقالة حكومة، وبعد استقالة الحكومة ترجع حكومة جديدة، تصعيد سياسي جديد وحل المجلس. فأتمنى عودة الشيخ محمد تكون بعد يعني الموجة التصعيد القادمة، ربما مع مجلس جديد أو تشكيلة يعني غير التشكيلة اللي راح تيجي لمؤشراتها الأولى، يمكن ما يكون في تغيير كبير. عموما تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع بعد فاصل قصير. لاكس مع خلطة زيت الزهور ورغوة غنية ناعمة، لاكس يفوح أفضل بمرتين من الزهور الطبيعية، سر جمالي عطري من لاكس. جديد مجموعة صابون لاكس السائل لبشرة تفوح بالعطر. تعويذة ما تسال، تعويذة تسالمين، هذا البشت هذا في بخل. قد تساوي رايح قد تساوي ياي. الزعيم عغباوي قسم بالله تاريخ. من يجي قدامي القادسية يصيرون ذبابية. هذا زعيم الكرة الكويتية القادسية. هذا العربي لازم يعرف نادي الكويت. لا اشوف القادسية لا اشوف العربي، انا اشوف العميد وبس. احنا العرب نحب فريق، نحب هذا فريق، هذه الرباعية ما في غير العميد. هذا كاظم، هذا الكتالوني، والكاس راح اجيب لك اياه بالبرنامج. يا ايب الكاس يوبا يا ايب الكاس. سراي متسيد بين العطور. اسكاي للأسنان، ابتسامتك معانا أحلى. سفريات الركب اليماني، السفرة معاهم ما تنسي. QA Trade، بوابتك العربية لأسواق المال العالمية. تصفية مرحلة بناء النموذج تتواصل. مشاكل تقنية، هذه مشكلة كبيرة، ووقت ضيق. بهذه المرحلة خلاص الواحد لازم يضغط على حاله لأنه بقاء للأقوى. وسيم الحريري، الموزع الآلي لوجبات المرضى. مشعل الشهراني، سوار الملاحة للحجاج. حسينة باشا، الفاحص الآلي لعيون الأطفال. خلاص ترقبوا حلقة التصفيات الأخيرة لمرحلة بناء النموذج. واحد بس رح يغادر. نجوم العلوم، إبداع عربي في خدمة الإنسان. في برنامج رايكم شباب نكون حريصين نقدم لكم مواضيع وضيوف. هاي اول مره اطلع ضيف قناه الراي، هذه فرصه مشكورين عليها. مظلومه والله الورقه يمي. شخصيتك انت لازم تطلع في المكياج مو ذوقي انا. وهذه انا دائما اقول حق شباب، انت بامكانك تدخل السوق بفكره جديده ما حد سواها من قبل. نتمنى المشاهدين ايضا استمتعوا بهذه الاجواء معانا. رايكم شباب على الراي في الاوقات التاليه. هي هي عائشة خانو، رح هد البيت فوق راسكم. شو يلي عملتي؟ يلي سمعته صحيح يا نوال؟ شو عم بتقول انت؟ اي مخلوق اللي موتها؟ يلي قلتي لي عنها عائشة.
اللي كيف تفوت يلي قتلت أخوك على بيتك؟ كفي معاه. ما بدي أشوف دموعك هالمرة، ما رح كون زعلاني لأني رايحة بيرة. مسلسل عودة الروح على راي في الأوقات التالية. أعود لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وأبدأ المحور الأول مع ضيوفي داخل الاستوديو. أرحب فيهم أولا النائب خلف دميثيل، حياك الله عموش، على شكرا لتلبية هذه الدعوة. تسلم. والنائب حمدان العازمي، حياك الله أبو عبد الله، وشكرا لتلبية هذه الدعوة. مشكور، جزاك الله خير ورحم الله والديك، والشكر موصول أيضا لقناة الشكر قناة الرأي، وأيضا الشكر لك موصول والقائمين على البرنامج. الله يجزاك خير. أبدي معك أبو مشعل في الإحصائية اللي نشرناها في مقدمة البرنامج. في آخر 10 سنوات 60% من الاستجوابات كانت موجهة للشيوخ. مو بس كذي، الاستجوابات اللي كانت تقدم للشيوخ يصير فيها أكبر سخونة سياسية، أكبر تجريح، أكبر إساءة، أكبر أكشن، بالمقابل الاستجوابات للوزراء غير الشيوخ تكون أهدى، حتى الإعلام ما قام يتفاعل معها مثل قبل. في المقارنة بالثمانينات اللي أنت كنت شاهد على كل هذه الحقبة، يمكن ما كان فيه إلا استجواب واحد، يمكن حق الشيخ سلمان الدعي، وتم تعليق حتى الحياد السورية في ذلك الوقت على إثر هذا الاستجواب. لا، مو على إثر الاستجواب. بالنسبة لاستجواب الشيخ سلمان الدعي في سنة 1985، نعم، شهر 5. وعقبها تعلق الدستور. لا، استقال الحكومة واستمرت الحكومة لغاية شهر 7 1986، وعقبها صار في طلب 4-5 استجوابات ويا بعض وقت واحد لعدة وزراء، وصار جدل ونقاش على ضوء صدر أمر أميري بذلك الوقت سنة 3-7 1986، حل المجلس وعلقت الحياة النيابية حتى عودتها سنة 1992 بعد الغزو. بالنسبة لملاحظتك، أنت قاعد تقول أن في المرحلة الأخيرة بالعشر سنوات الأخيرة صار استجوابات لوزراء، و 56% هم وزراء من الأسرة الحاكمة من الشيوخ من الصبح. شوف نظرتنا احنا كبرلمانيين ونعمل بالبرلمان، ما نفسر ان هذا يستجوب شيخ او يستجوب مواطن اخر، هو استجواب استجواب موجه لوزير عضو بالحكومة. يبقى عاد شنو قناعات النواب في مدى الإثارة اللي تتحقق من خلال الاستجواب اذا كان الشخص المستجوب من الشيوخ، يعني يصير فيها مثل ما تقول يعني شغلة سمينة بالنسبة لمن يرى أن هذا الاستجواب مستحق أو غيره. الاستجواب حق لكل نائب، نعم، من حق أن يمارسه في أي وقت، ولكن الاستجواب يعني يجب أن يكون يدرس، له مقدمات بالأول، استشارة النواب، طرح القضية اللي على أثرها المحور الاستجواب، تبين للعالم أن يعني هذا الاستجواب مستحق. وعلى ضوء بعد كذلك لما يوصل إلى مرحلة الجلسة اللي فيها يتم فيها الاستجواب، هم كذلك تتم مرافعة من المستجوبين أو المستجوب بروحه والمستجوب اللي هو الوزير المختص، وعلى ضوء هذه المرافعة يتم تكوين الرأي بحقية هذا الاستجواب أم لا. اللي يحصل انه يعني في كثير من المرات، وخاصه الاستجوابين الاخيرين اللي تموا على الشيخ سلمان الحمود والشيخ محمد عبد الله الصباح، تكونت القناعات قبل ما يبتدي الاستجواب. وهني هذه هي المصيبه، ان انت كيف تكون راي قبل ما تسمع، وانت كنواب احنا نصير مثل القضاة على المرافعه بين الطرفين، على ضوءها نحدد مواقفنا، وعندنا وقت بعد من ثاني يوم وثالث يوم لما يقدم طلب طرح الثقة
الوزير المعني بعد 8 أيام يتم التصويت ويصير فيها نقاش وجدل ويصير كذلك تكوين رأي عند الأعضاء. أقاطعك بعد ذلك، أنا استجواب الشيخ سلمان الحمود واستجواب الشيخ محمد العبد الله محور رئيسي في هذه الحلقة راح نتم مناقشة تفاصيله، بس يعني أنا ضربتها مثال إيه، بس أنا قصدي يعني أنت ما تلاحظ أن في إشكالية في آخر 10 سنوات بالمقارنة بالسابق بنسبة استجواب للشيوخ؟ ما فسرها كذي يعني، ما تفسرها كذي واضح. أبو عبد الله أنت شنو رأيك اليوم إحنا لما نطرح هذه الأرقام والإحصائيات، وهذه أيضا تقدرون أنتم كنواب ترجعوا لها في يعني ضوابط الجلسات وأرشيف المجلس، ما تحس أن في دلالة مؤشر علامة معينة بزيادة وتيرة استجواب الشيوخ، وكل ما لو استجواب الشيوخ تأخذ سخونة سياسية أكبر من السابق؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن والاه. أنا بسألك بدام جبتوها يعني عنوانكم الشيوخ على المنصة، أنا بسألك الشيخ مواطن ولا مو مواطن؟ مواطن. لما قبل بالوزارة ما يدري أنه في استجوابات؟ يدري أنه في استجوابات، هل هو يعني محصن من هذه المساءلة؟ لا طبعا أكيد. فبموجب هذه متى ما وجد الخطأ يحاسب شيخ ولا غيره. الشغلة الثانية، أنا السبب الرئيسي اللي أشوفه الآن هو بالتشكيل الحكومي، تلقى بعض الشيوخ تلقى كثرة زيادة عدد الشيوخ بالحكومة هي خلت أن ترتفع نسبة الاستجوابات، مع أنه الآن الشيخ إذا استلم الوزارة يقعد تحل الحكومة وخمس حكومات، بعض الشيوخ الموجودين 4 حكومات 5 حكومات متواجد. يعني أنت لما يقول لك والله عطوا فرصة، هو كان موجود وجاء وحمل الحقيبة وفيها تجاوزات، ما عدل، استمر بحمل هذه الحقيبة، تلقى يعني أكثر من 3 حكومات 4 حكومات تلقى الشيخ متواجد. ليش؟ أنا أقول لك هذا يحمل المسؤولية. عكس الوزير المواطن، عكس الوزير اللي مو شيخ، تلقاه حدة حكومة حكومتين مع السلامة. الشيخ لا، تلقاه 4 حكومات 5 حكومات تلقاه متواجد، وتلقاه حتى الأخطاء يعني حتى الاستجوابات اللي تصير كانت فيها توجيه أسئلة، تدرج بالأسئلة بعدين أدت إلى المسائلة، لأنه ما عدل. وأنت مو من حكومة واحدة، من حكومات كنت متواجد. الصح نخفض الشيوخ في الحكومة، عدد يعني الآن أنا أقول لك إياها الآن يعني عدد الشيوخ في مجلس الوزراء أكثر، يعني أكثر من النص. يعني في بعض الحكومات زيادة عدد الشيوخ مجلس الوزراء. ماكو نص. لا، المجلس اللي طاف 6 7 وزراء. عرفت يعني احنا مو ضد، يعني مو معنى الكلام انك والله ضدهم، انا بناء على رد كلامك انه انا برايي ايضا هذا يعني النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي قاعد يحصل من صراعات بين أبناء الأسرة، ومع الأسف وهذا كنا نسمع فيها بجميع المجالس، أن محسوبية أن والله في علاقات شخصية مع كذا نائب، ويتم استغلال البعض من النواب بالضرب بين الشيوخ داخل قاعة عبد الله السالم، مع الأسف. والنائب قاعد يمثل شعب، ما يمثل شخص معين. هذه النقطة الثانية. بس أنا أشوف أن يعني استمرار الشيوخ بعدة حكومات هو اللي أدى إلى هذا، هو اللي أدى، لأن أنت عندك أخطاء وأحذروك منها، وجهوا أسئلة عليك، راحت الحكومة جت الحكومة الثانية نفس الشيء. زيادة عدد أبناء الأسرة بالتشكيل الحكومي والحكومات. واضح بمشعل، يعني الشيخ مستقر أكثر داخل مجلس الوزراء من غيره، فهذا الشيء هو اللي يخلي يعني زيادة الاستجوابات تكون عليهم. أيضا هو انعكاس لصراع الأسرة داخل، وقاعد ينعكس على قاعة عبد الله السالم. هذا رأي النائب حمدان العازمي، شلون ترد عليه؟ والله رأيه هذا، هو بس أنا اللي أقوله بالنسبة يعني
مثل ما قال هو ان الشيخ يعتبر مواطن اذا وزر في وزاره فهو يعني يمثل هذه الحكومه بشخصه كوزير ممثل للحكومه بغض النظر عن اسمه هو من العائله الفلانيه او من عائله الصباح. بس مو كذي قاعد تجرى الامور مو مشعل يعني في اعتبارات ان هذا شيخ ومن اي من اي جناح ومن لا أي لا ما يمنع ما يمنع يعني ما يمنع انه يستجوب ولكن على يعني موضوع مستحق مو تجني مو تصفيه حسابات مو يعني استجوب مثل الاستجواب الاخير مال الشيخ محمد عبد الله للاسف ما في اي ادانه او تجاوز او اي شيء ورد عليهم بردود واضحه برغم ان 80% من اعضاء المجلس كانوا بالاستراحه اصلا ما تابعوا الاستجواب والله فالمشكله ان 80% هو واحد منهم ترى انا واحد منهم انا قاري الاستجواب وعارفه هو واحد منهم بالاستراحه انا قاري الاستجواب وعارفه وعارف شنو المقاصد في الامر لان هي مثل ما تقول في شغل مبرمج ومنهج بحيث انه يستجوب فلان وهذول احنا اللي نستجوب احنا نتعاون معاكم احنا نتعاون معاكم تصوتون معانا توقفون معانا بالاستجواب التالي على الوزير الفلاني فصير قضيه ديل حدد مو مش حدد الاسماء اذكر اذا في صفقات اذكر لا لا معروف الاستجواب الاخير يبين لا مو صحيح الاستجواب الاخير استجواب مستحق في اثنين مستجوبين في ناس مستعدين لطرح الثقه عمياوي مستعدين يطرحون طرح الثقة لأن في ناس لهم هدف إنه يبون المجلس ينحل هذا هدفهم خل تصير أزمة سياسية ويصير فيه إثارة وينحل المجلس في ناس وهذول صراحة اللي أنا أعتب عليهم اللي هم الناس اللي يرقلون من يشوف العدد هذا صرح وهذا صرح إنه والله مؤيد للاستجواب مؤيد للاستجواب على طرح الثقة مؤيد قال لك يبا خاف ينحل المجلس الليلة ايه خلني اسجل اسمي يا رجل معاك 8 ايام لما تتم جلسه طرح الثقه عسى ابو عبد الله مو واحد منهم بس لا لا مو على الراي لا مو على الراي بعد السماع بعد ما سمعنا ام يشملك الدين لا لا الدين بينكم لا ما يشملنا ما يعني ان في اتفاقات ابو عبد الله في اتفاقات تم بين الاعضاء بغض النظر هذا الاستجواب حق او باطل لا علاقه بصراع الاسره لا علاقه بالكلام اللي قال ابو عبد الله قبل شوي نص هذا هل هذا انعكاس صراع الاسره اللي احنا قاعد نقوله عمل برلماني لازم احنا نتعامل معاه وفق هو ما هو موجود صراع أسرة ما من اللي تصارع بالأسرة ما في صراع بالأسرة ما في صراع لكن هي نفسيات ما تتقبل نفسيات هذا موجود بالأسرة وغير الأسرة وغير وأسر ثانية تصير يعني مرات وقفات خلافات شخصية إيش رأيك بالاستفتاء اللي سألنا فيه الناس اللي قالوا إن كفاءة الوزراء للشيوخ ما هي زينة عشان كذي كثرة استجواباتهم أنت شنو رأيك مو دقيق لا مو دقيق أنا وجهة نظري مو دقيق مع احترامي لرأيهم لكن إن مشكلة إن تصير اتفاقات زين انت عندك من يوم الاستجواب تم وانتهى وتقدموا 10 بطلب طرح ثقه ليش بنفس اللحظه اجي اصرح لما اشوف العدد بدا يرتفع معناته في ضغوط اخرى يا احنا نحكم بلدنا فيما بيننا بوعي وبتفهم وبعقلانيه وبرؤيه واضحه يا اما نحن نخلي تويتر هو اللي يحكمنا اللي قاعد يصير بعض الأعضاء يجيني يا معود وصل العدد كذا شلون ايش رايك اصرح يا رجل اصبر تاكد معك 8 ايام تقدر تشرح لمواطنينك هذا الاستجواب يستاهل او ما يستاهل يستاهل طرح الثقه يرقى لهذه الحاله ام ما عندك مجال للسؤال والتشاور والتاكد وفي جلسه ثانيه بال8 ايام اللي بعده يوم طرح الثقه يقول اللي يتكلمون فيها اثنين باثنين ناس مؤيدين لطرح الثقه وناس معارضين لطرح الثقة. اسمع رأيهم انت ما خليتوا من اول جلسه الكلام ما خلوا يعني من ما خلوا يعني هم خلوها واحد بواحد حطوها واحد بواحد الجلسه ابو مشعل ليش ما تتخلي الناس تتكلم ليش ما تخلي الناس تتحكى مع انه عارفين انه ما وجود مثلا الورقه راح تتقدم المؤشر لا في اثنين باثنين فيما بعد 8 ايام هم اول جلسه ما رضوا واحد يلا واحد واحد المجلس صوتوا على اساس واحد بواحد يتكلم هذه وجهه نظر اجتهاد بينهم ومعروض للتصويت لكن احنا ليش نقول في مجال لك انت تكون قناعه وراي بادانه هذا الوزير او ببراءته
من خلال الثمان ايام القادمه ومن خلال المرافعه الثانيه اللي راح تتم في طرح الثقه. اللي حاصل انه كانه يعني واحد يدور بطوله. هذا يدور بالنسبه للاعداد اللي ما بعد العشره تتكلم، مو العشره. إيه لا لا مو الاعداد اللي ما بعد العشره. بعد العشره اي انت حتى مو مع العشره كنا بعد ما انا الخامس. الخامس؟ أي. يعني ما رايك ما اختلفنا، انت اعلنت طرح لا انا بس شوف كونت شوف. قناعه من لا الاول. لا انا اقول لك اياها، انا اقول لك يا موسى لما تقول استجواب يعني غير مستحق، لا انا اقول لك استجواب مستحق، والدليل ان نفسه الشيخ محمد العبد الله هو ادان نفسه. انا انا اقول لك خلني اقول لك اياها من كلامه انا ادينه، وهذا اللي كنت بتحكاه وقت الجلسه، ومع الاسف كانت فيها يعني مع الاسف نقول كانت فيها كروته للموضوع. إيه بس انت ابو عبد الله بس خلني اقول لك اي خلني اقول لك اياها. في ناس قالوا انت معه ولا لا 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 بغض النظر عن هذه، انا اقول لك ليش اقول لك انه ادينا من ادينا من كلامه، لانه هو لما يقول انا اتعهد امام المجلس انه بحل هذه القضايا، اتعهد دقيقه ما عليه ما عليه ما عليه خلني اكمل كلامي، انا اتعهد بحل هذه القضايا، انا راح اشكل، انا حافظ الكلام للان، راح اشكل لجنه خلال 3 أشهر لحل هذه المواضيع. الوزراء المستجوبين يقولون نفس مستحيل الكلام، مستحيل اني راح اعالج الملاحظات اللي قيلت. خلني اكمل. مستحيل مستحيل اغلبهم النواب يتقدمون، اغلب الوقت ان النواب بنهايه الجلسه وبعض الوزراء يرفضون، يقول لك كاني ادين نفسي، مثل استجواب المجلس السابق هند الصبيح لما تقدم لا اعتقد واحد طنا او واحد من النواب، اما طنا قالت لا انا هني ادانه لي لما اقول انا اوافق على ان النواب يتقدمون بحل النقاط اللي بالاستجواب، انا ادينه لانه هو تعهد بحل هذه القضايا، قال انا اتعهد وكرر قال انا راح اشكل كل يعني كل الوزراء اللي استجوبوا يقول لك راح اعالج الملاحظات اللي قالوها ما يصير الاخوه النواب، مو انت تتقدم فيها، يتقدم فيها النواب الكراهة يكون موجود، يعني أنت مقر أن هذه الأمور صحيحة ما للمجلس موجود كلامهم ملاحظاتهم على أساس أنه راح عالجها، هذا إقرار منك أن كل اللي قالوه صحيح. لا لا أنت لما لا تقر أن راح أحل المشاكل هذه لا لا تقر يعني أصبح في خطأ. أنت أنا أقول فهمتها غلط. لا مو فهمتها، أنت وجهوا لك أسئلة قبلها وقاعد يجاوب، وملاحظاتكم أنتم يا المستجوبين راح اخذها بعين الاعتبار، هم في بعض وعالج منها، بس هذا معناته ادانه يا ابو عبد الله مو ادانه. انا هو اقر هذا يعتبر انه استجواب مستحق، اذا انت تقول والله انا اقر بحل هذه المشاكل، انا اقر بتشكيل لجنه خلال 3 أشهر اصبح استجواب مستحق، يعني هذه اخطاء موجوده وانت تقر فيها. شنو هو اقر لما يقول له ملاحظه ما حد قالها، ما حد قال هو اللي قال انا غير تقبل هذه الملاحظه، مستشار معين قبل ما يجي محمد عبد الله 30 سنه وجهوا لك اسئله قالوا راتبه 6000 دينار جاوبهم 3900 وراتبه موجود من قبلي، وهذا مستشار له اهميته ولا مكانته عند الوزراء كلهم اللي تعاقبوا على الفتوى والتشريع او غيرها، يعني هذه ملاحظه نبهوا ووجهوا الاسئله. انا ابي ادانه مباشره للوزير في شيء انت اقريت وتعهدت بحلها، يعني اصبح شنو ابو عبد الله انت لما تقر بشيء شنو؟ انا بسالك سؤال، انت قريت بشيء اعترف اني انا اذنبت في الشيء الفلاني وهذا شنو؟ اصبح ان استجواب مستحق، اصبح ان الاستجواب مستحق. الاستجواب حق ومستحق، مستحق اذا ثبت فيه، ثبت هو قاعد يقر في مثالب ومخالفات ادري، بس هو قاعد يقر، هو قاعد يقر يقول لك انا راح اشكل لجنه وتعهد وكررها اكثر عيد الشريط كررها اكثر. اخوي عبد الوهاب اسمح لي دقيقه تفضل. انا خلاصه ما كملت كلامي، خلاصه الكلام ان اذا استجواب يتم ويصير فيه اتفاقات وديل بين مجموعه كبيره من الاعضاء على اساس والله توقف معاي وقف معاك، ما في مبررات لإدانة محمد عبد الله باستجواب الأخير. نفس الحكومة ما عندها دين وعندها ناس تعتمد عليهم إنه يبا أنت صف مع أي مقابل كذا. وضع في استجواب شفته بالمجالس اللي مرت عليه من سنة 81 اليوم استجواب محمد عبد الله. رأيك بس أبو عبد الله لو أنه ضغط الاستجواب ما وصل العدد إلى 28، وصل العدد رهبتوهم هذول، شليهم رهبتوهم كل من يملك قرارة رهبتوهم وذلوا قالوا يمكن ينحل الليلة ما لي رأي.
فانا اعطاي الليله. بس ابو عبد الله انت صحيح. انت ذكرت بان كثره استجوابات الشيوخ في اخر 10 سنوات هو بسبب صراع الاسره، هذا توك انت ذكرته في ما هو صراع الاسره شلون ينعكس على قاعه المجلس من خلال الديلات اللي قاعد يتكلم عنها ابو مشعل، ان في اطراف من 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 خارج الحكومه تؤثر على هؤلاء النواب لاسقاط بعض بعض الشيوخ. يعني الديلات اللي قاعد يتكلم عنها ابو مشعل الان انت نفسك قلت ان في ديلات من خلال انا اقول لك يا هذه احد المؤشرات ان في صراع بناء الاسره. بس انا المؤشر الرئيسي والنقطه الرئيسيه اللي اتكلم عنها ان لا تواكب الشيخ الوزير على انه اربع حكومات خمس حكومات تلقاه متواجد وقاعد الكل مثلا يوجه له اسئله يحذر. التواكب هذا اعطاه، هذا ما يعطي استقرار اكثر، ما يعطي استقرار، ما يعطي استقرار. وبعدين احنا عندنا مشكله، عندنا مشكله يعني الان لما وزير يتم استجوابه نعم يوقف الشارع وكذا، بس عكس لما يكون الوزير شيخ، لما يكون الوزير غير شيخ هم بكل الحالات كلهم مواطنين. صيد بس صيد سمين يعني. لا بغض النظر، لا الحكومه تصير عندها حساسيه، الحكومه تفرق، الحكومه تفرق. لا اذا اذا تم استجواب الشيخ حل المجلس، عكس لما يكون استجواب وزير غير شيخ ما يقول حل المجلس. مجالس اكثر من لا لا ما يقول حل المجلس، ما يطلعون حل المجلس الا اذا كان الاستجواب موجه الى شيخ. دافعوا عن وزراء، واعطيك امثله يوسف الابراهيم، دكتور يوسف الابراهيم لا بس ما ادت الى 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 السيناريو يعني. لا بس الدافع عن وزراء حل المجلس بس مو حماس الشيوخ بنفس الوقت، مو حماس الشيوخ. وين حماسه عن سلمان الحمود؟ ماكو حماس. سلمان الحمود لها ظروفه، لا ظروفه سلمان الحمود، انت تدري عنها شنو ظروفه. لا والله ما ادري شنو ظروفه. انت مقرب زياده للحكومه وتعرف شنو الاسرار انا اللي مقرب للحكومه ولا مقرب للمجلس. انا دائما املك قناعاتي وقراراتي بين يديني، بس ما عمري سويت ديل. لا توصلك المعلومه على على على, على, على موضوع استجوب هذا على اساس تسوي لي كذا. انت انت لاعب رئيسي داخل المجلس وبصف الحكومه. لا لا يعني احنا شوف امانه خلني اقول لك ابو مشعل، لا استجواب الشيخ سعود الصباح من اعز الناس عندي الله يرحمه. زين خلي انت وقف ضده انا، انت لا تزعل. ليش؟ لان في خلل واضح في الموضوع. نعم وهذه حادثه معروفه سنه 1998 كان مستجوب على بناء على كتب دخلت معرض الكتاب العربي بالكويت تسب ذات الالهيه والملائكه والرسل، وكيف قبلت انت يا وزير هذه الكتب برغم اني انا لاني تيار ديني ولا اني من هذول اللي مثلوا. نفس هذا اللي قال عنه الطبطبائي الكتاب اللي جابوه الاسرائيلي اللي دش وردوه ثاني مره، طلع مو صحيح اللي كذا. لا استغل الجلسه وتكلم كلام مو صحيح. لا الكتاب موجود، الكلام موجود تهريج. وتم طرحه حتى بس طلعوا بيان ما في هذا يا ابو عبد الله. انت المفروض التعامل بالمثل. سعود الناصر رحمه الله عليه ادري المفروض هذا كتاب نفسه هذا بالنسبه وين هذا. لا بس قال لك صحيح هو قناعته كذا. المشكله احنا شنو اذا نبي شيء يقول لك والله احنا لا مو صحيح وهذا الاستجواب مجير وهذا الاستجواب ضد الحكومه وضد استقرار البلد وهذا راح يحل المجلس. بس خلي كملها عشان انت تعرف ان لما تقول لي انت قريب من الحكومه انا قريب من الكل والحكومه من حكومتنا كلنا. انا اي ما بنقول شيء، احنا قريب للخبر والحكومه تمثل سمو الامير. اي احنا ما نقول شيء يعني قاعد اقول لك. فلذلك احنا لا نجي نشكك ببعض في كل شيء. لا لا بس انت قاعد تتكلم الان توجه للنواب انهم كذا، انت ايضا قاعد يعني باتفاقات مع الحكومه يعني احنا مره. انا اقول لك يا مرات قاعد اضرب لك مثل ان حارس النواب اكثر من الشيخ سعد رحمه الله عليه رحمة سالني الله. ليش في شيء بينك وبين الشيخ سعود؟ قلت له والله ما في شيء ومن اغلى الناس عندي ووجه مشرق للكويت بايام الغزو وقبل. اي سنه هذه؟ سنه 98 لكن اذا ما حاسب المسؤولين اللي بوزاره الاعلام اللي قبلوا دخول الكتب انا 98 الى الان ما شاء الله مو مشعل نائب من 81 اي مخضرم معتق مو عن مخضرم معتق يعني احنا زملاء والزميل له سنه ممكن لما يقعد مجلس كان لا لا مرات احنا امانه وبكل صراحه ابو مشعل انا مو جاي يعني عشان انت اخو بس انا باين لك بس انا بقول لك يا مرات انت انا اقول لك يبون يثنوني عن موقفي بطرح الثقه مو استجواب طرح الثقه بالشيخ سعود ثلاث ارباع قلت اذا ما سوى اجراء فيهم انا اطرح الثقه هو اتمنى انه ما يقعد المنصب. احنا نشوف مرات تصويتاتك انت اللي طلعك النواب عفوا اللي طلعك
الناخب. اي طبعا. اي واللي له فضل عليك الناخب علي وعليك. والله يا الناخبين ما اقول عندك علي وعليك. الثانيه بعضهم ما يعرف عنها الاشياء. ادري 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 بس انا اللي بقول لك بس انت لما يكون تصويت ضد الناخب نشوف ابو مشعل. لا عطني قضيه يصف ويا الحكومه. عطني قضيه شعبيه واحده من اللي طرح بالمجلس شيء يهم الناس انا وقف ضده. بصمه الوراثيه. البصمه الوراثيه وين؟ بصمه الوراثيه المجلس اللي طاف. البصمه الوراثيه؟ اي الكهرباء وزيادتها. الكهرباء وزيادتها. والغيت هذه البصمه الوراثيه والكهرباء ما صوتنا يعني عليها. انا مو جاي افتش عليك وادور. انا انصح اقول حتى انا هم يوجد مثل واحد ما يخلى من الاخطاء بس احنا نقول نشوف مرات ان الدفاع المستميت واحنا تلقى النائب مو بس مو ابو مشعل حتى من النواب سواء المجالس السابقه ولا المجالس الحاليه نتكلم عموما عن ايه على العموم احنا نتكلم تلقى النائب من يطلع الشعب ومن يصوت للشعب الشعب ومن يرجع بالاول والاخير الى الشعب من يدش مع الاسف ينسى الامور ينسى الامور بالعكس يصف مع الحكومه لا. مع وفقا للمصالح الموجوده وفقا لكذا زين وين الامانه نجي ال 50 نائب كلنا نجي للمجلس والحكومه 16 وزير برئيسها ونوقف لهم من اول يوم احنا ضدكم في على الحق على الحق ليش ما تفسر هذه المواقف اللي توقف مع الحكومه لا لا على الحق احنا مو يعني هذه درجه يعني بالنهايه تبقى حكومه يعني. انا اقول لك تبقى بالنهايه حكومه الكويت ايه يعني بس احنا مشكلتهم لما مشكلتهم والله مشكلتنا المزايدات لا انا خليها ترك المزايدات التحزبات والتحالفات انا اقول لك هذه هي اللي مشكلة المواقف السياسيه لا لا مشكلة ما تظلم لي وزير على ابو ان انا اقول لك اياها ليش انه موقف الشعب الشعب ما قال لك الحكومه مشكله نعم. الحكومه دقيقه مشكله الحكومه تعشق من يدافع عنها بشراسه تعشق من يطبل لها بالعربي ليش ما الحكومة أنا أقول لك تعشق مرات اللي ضاددها لا 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 تعشق من يطبلها اللي يطبلها مو قاعد أقول لها النصيحة لا واللي يوجه يعني اللي ينتقدها وإنه في خطأ أول وزراء هذه مؤامرة هذا مؤامر هذا مجزوز من الشيخ الفلاني هذا مجزوز من التاجر الفلاني دائما يجيرون العملية مو يقول لك والله قناعة الشخص بس بعد إذنك راح أرجع لك أبو مشعل أنت ذكرت الديلات اللي قاعد تصير داخل مجلس الأمة هي سبب هذه الفوضى والربكة البرلمانية هذه أقسم عليها وأحلف عليها ماشي من يوجه الديلات هذه من يوجهها مجلس سهل أنت أنت من يوجهها أنت نائب أنت شو نعيش بينهم نعرف شو قاعد يسوون شو يسوون يا تخلص لي الموضوع الفلاني شنو مناقصة يعني ولا شنو ولا كل ما يطري على بالك أنا أقول لك أصبح حكومة جبانة إذا ترضخ للنائب اللي جديد خلني أصبح أي حكومة ترضخ بس أنا سؤال لما يقولون ترجعون الجنازي ولا إحنا بنستجوب الرجاء ونطيح الثقة أنت تدري أن هذا متعامل سياسي متعامل أقول لك أنت تدري أن الجناسي أمر سحبها صار أمر سياسي لا لا تجيب الجنازي بس أنا سؤال تربطها بالاستجواب معناته الزواج مو مقنع كل برلمانات العالم مش مطلب مش خالف بعد إذنك أبو عبد الله كل برلمانات العالم يصير فيها مثل هذا نوع من الديلات يعني هذا ما صحيح. هي بدعة وين سلبية وين الحق والباطل عبد الوهاب بالسياسة يعني يعني سيد العارفين يعني معناته يعني أنا لما اتخذ قرار إنه يعني ما يستحق الإدانة بس أنا ما يحق لأني ماني دخل الديلات كل برلمانات العالم يصير في ديلات أنا هذه ملفاتي تمشي لي إياها وهذه الملفات إحنا يعني ما نمشيها يعني هذه قصدي ما هي سبة للبرلمان الكويتي لا سبة إذا تضحي بإنسان ما بتظلمه وتحاول تعدمه سياسيا علشان والله انت يا تحقق مطلبك يا من انا ادينه وليش ما يتكلم على المنصه اذا تحقق مطلبي لا ليش ما يتكلم على المنصه الوزير يقول انا جاني فلان الفلاني وطلب مني ارسال مناقصه الفلانيه وهذا يبى المستند وقال لي كذا ليش ما مو ليش مو يجي عند الوزير يجون عند الحكومه ماشي الحكومه الوزير مو لا الوزير مو يمثلها ليش ما تشهر بالنائب هذا ليش ما تقول له انت جيت وقدمت استجوابك بناء على مناقصة مارست لك لأحد أفراد أسرتك ما عطوك راح ينكر ها راح ينكر لا بس بالطبع الحكومة كل هالسنين ما تعلمت إن تقضب عليهم أقضاب والله ما تقضب وتشهر فيه يعني وتقول له وتخليه حكومة تشهر بالنائب لا إيه إذا النائب مثلا يقول لك على كلام شنو إثبات الحكومة يقول لك مثلا النائب يا تمشي لي كذا مناقصة كذا أو شغلة كلام كذا كلام لا هذا تم إعلانه رسميا يعني ترى من النائب جمعان الحربش ومحمد حايف وفهاد والدمخي يعني هذا مو شيء إحنا قاعد يعني مو سر
هذا تم الإعلان عنه بأن الاتفاق اللي صار على موضوع الجناسي. لا الجناسي إحنا ما نقول على الجناسي، مواضيع أخرى. هذا موضوع. إحنا نقول مواضيع أخرى. أدخل بالاستجواب. الجناسي أنتم عارفين كله، يعني الجناسي يقال العالم تقول إنه أمر سياسي. الجناسي سحبه تم بوضع كان. حتى الاستجوابات مش على الاستجوابات السياسية، التعامل معها الاستجوابات ما هي استجوابات فنية، أغلبية استجوابات الكويت كلها استجوابات سياسية، فأنا ما أتعامل معها بالمحاور اللي مطروحة. أختلف مع رئيس الحكومة أو عندي وجهة نظر على الحكومة ككل. أي. أحط الحرة بواحد ما له ذنب؟ ما له ذنب. كل وزير بيقولوا لا، كل وزير يتم استجوابه يبقى هذا ما له ذنب، ويشهرون في هذه أجندة هذا موجه هذا موجه. ما يصير ودينا ظلم متوافق على الظلم. لا لا يعني ما يصير كل استجواب أصبح شلون نقدم الاستجواب. أنا بذكرك وأنت موجود وأنت شاهد عليها. أنا بذكرك باستجوابات تمت من قبل. لا أنا بذكرك تمت من قبل وصار عليها نقاش وحوار راقي ووصلت إلى المرحلة اللي كان فيها التفاهم بين المجلس والحكومة وأنه يكتفى بالاستجواب وتظهر مذكرة ملاحظات أو يسمونها توصيات للحكومة أن انتبهوا لكذا. إحنا ليش الاستجواب لازم؟ أنا بذكرك وطرح الزفة قبل الاستجواب محطوط. ما لا لا لا, لا 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 والله العظيم محطوط من قبل. لا 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 في ناس أعلنوا ولا لا أنا بذكر ناس أعلنوا قبل الاستجواب. أنا بذكره باستجواب ومستحق وبالأدلة محطوطة على المنصة. شنو؟ المجلس السابق قدمت أنا والأخ كان نصف الوزير الصحة السابق العبيدي. إيه أنا ذكره وبالأدلة حاطينها بالأدلة بالأوراق بالإدانة بالمستندات ما لقينا واحد عشرة. إنكم ما اقتنعوا؟ شو ما اقتنع بالأدلة بأوراق مستندات على الشاشة. خلاص أنت يعني أحد الأسئلة خطاب من وكيل وزارة. خطاب طبعا المسؤول عنه الوزير. خطاب من وكيل وزارة لحق شركة. نعم. شركة تأمين يقول له والله أنت المبالغ اللي أقل من 550 ألف ومستند رسمي. نعم. نعم. حق شركة. نعم. التأمين أنها تمدد للمريض. أنت هذا يطيح حكومة كاملة وخير وغير. جوابك ما تعاونوا معك يعني. في لا بس أنت أحدهم كنت. أنت كنت موجود وكانت بالأدلة. مو بالضرورة لازم أكون أوقع على العشرة. أصبح أنا لما يصير الاستجواب لحظته وتسمع المرافعات للآخر أكون رأي. أنتم ما تعطون إنه بس ما وش أنت تقول أنا قاعد بالكافتيريا ما أسمع الاستجواب. وين بأي كافتيريا؟ ما عندنا كافتيريا. بالاستراحة أنا قاعد. يعني شلون تقيم الاستجواب ومش على أنت تقعد بالاستراحة؟ في تلفزيونات. إيه. في تلفزيونات بس مرات جزاه الله خير تلقاه مريح نايم. وانت شو تسوي؟ انا بداخل القاعه. يا سلام. داخل القاعه والله داخل القاعه وقاعد نسمع بس ما لومه الكل يريح. احنا مرات نطلع نريح بالاستراحه بس وين تكون قناعات وانت ما تدش الجلسه؟ ماشي انا بس في يعني موضوع اهم ترى لما يعني تويتر يقود نواب الامه الى 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 يعني مواقف سياسيه هذا ترى اتهام كبير. انت قلت ابو مشعل انا اعتقد انه ما يقود الا الضعيف. راح الحين بنشوف الحين متناقش هل قاعد يجيبون عيل ضعف بس خلنا ناخذ هذا الفاصل بعد اذنكم ونرجع نناقش مع جريدة الراي. اشترك أو جدد اشتراكك بعشر دنانير واحصل على جائزة فورية قيمة وادخل السحب على BMW 430i، Land Rover Discovery، سيارتين ميني كوبر وثلاث سيارات GAC. تاريخ السحب 28 ديسمبر 2017. فالك طيب مع الراي. عقبات تعلو عقبات وجهل تراكم لسنوات وظلم ترك أثر وعلامات حينها استعن بالمستشار فما خاب من استشار
المستشار في الأوقات التالية على الراي. جيت استجواب طلع لي واحد يقول الشيوخ يستجمون الشيوخ، وأنا أقول اليوم حكومة تستجوب حكومة. أنا ما حاشيتك يا شيخ ولا كلمتك من الأسرة الحاكمة ولا كلمتك بصفتك أحمد الحمود، أنا أكلمك بصفتك وزير داخلية. أنت قاعد في بيت الأمة، أنت الأمة الوليدة الحاكمة، أقعد أقعد. أوعدك يا معالي الوزير بدل ما تحاتي وتلف على أفراد أسرة حاكمة تقول لهم صفاء بتجرحني، أنا ما راح أجرحك. أقول لك كلمة واحدة اكتفيت؟ إذا كنت مو قد هالمنصب اتركي حق واحد أحسن منك. إحنا اتهمناك في ذمتك المالية، حنا قاعد نقول أنت حنف بالقسم وديت معلومات غير صحيحة. قوم قول أنا ثوبي الغي مثل طبعاً تطورت الجراحات وأصبح عندنا حلول علاج مشاكل مثل رفع أرنبة الأنف أو تصدير الفتحات. نتمنى إن شاء الله دائماً تكونون بصحة وسلامة. كلينيك في الأوقات التالية على الراي. تصفية مرحلة بناء النموذج تتواصل، مشاكل تقنية، هذه مشكلة كبيرة ووقت ضيق. بهذه المرحلة خلاص الواحد لازم يضغط على حاله لأنه بقاء للأقوى. وسيم الحريري الموزع الآلي لوجبات المرضى، مشعل الشهراني سوار الملاحة للحجاج، حسينة باشا الفاحص الآلي لعيون الأطفال. خلاص ترقبوا حلقة التصفيات الأخيرة لمرحلة بناء النموذج. واحد بس رح يغادر. نجوم العلوم، إبداع عربي في خدمة الإنسان. أنت قاعد في بيت الأمة، أنت الأمة الوليدة الحاكمة، أقعد أقعد. ولا كلمتك من الأسرة الحاكمة ولا كلمتك بصفتك أحمد الحمود، أنا أكلمك بصفتك وزير داخلية. عودة لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. أبو عبد الله برجع لك على استجواب محمد العبد الله، بس أنا أبي توضح للناس لأن في لغط صار. أنت وقعت مع طرح الثقة كنائب الخامس، كنت معنا عشرة أي بعدين طلبت أنك تكون متحدث كمعارض للاستجواب، حتى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يقول لك يا أبو عبد الله أنت مؤيد للاستجواب شلون تبي هذا. طبعا انتشر هذا الفيديو وشفناه، فأنت يعني وقعت وبعدين تراجعت ولا شو اللي حصل في الجلسة؟ بس توضحها للناس. شوف يعني مع الأسف كانت بالجلسة، بداية الجلسة كنت أنا مسجل أنا وليد طلطبائي، بداية الجلسة النائب الفاضل وليد طلطبائي طرح ثقة، لا لا مسجلين نتحدث وكلنا مؤيدين للاستجواب. حلو. استمرت الجلسة، بدأوا انتهوا الوزير والنواب من الحديث. للآن اثنين شكيت في الأمر، قلت أكيد بيخلونها واحد بواحد. رحت حق وليد قلت له وليد يرحم والديك بتكلم أول واحد. قال ما أقدر أنا مجهز. يا ابن الحلال قال أنا مجهز ما أقدر. قلت له ماشي. اتضح أنه فعلاً أنه راح يخلونها واحد واحد بتصويت، مع الأسف بتصويت المجلس، والمجلس طبعا سيد قراراته. هذا لما نقول نخلي، ليش يخلون مرات التصادم؟ ليش خلوا العالم تتكلم، خلوا العالم تقول اللي عندها. بس في نظام. أي ما عليه نظام، بس النظام شنو؟ حتى يقول لك الله أغلبها أنه يكون ثلاثة بثلاثة اثنين باثنين. شنو كان العضو يقول لك والله بنلحق على اللجان وكذا، ما هذا ما مو صحيح. المهم أنا قمت جيت بتكلم. تتكلم شلون؟ انا مؤيد المجلس قال واحد بواحد، واحد بواحد اصبح اي انا مسجل الثاني، فما يحق لك تتكلم اي لاني انا مؤيد للاستجواب. طبعا اذا اعطاني الفرصه وتحكيت الثالث منه النائب الفاضل صلاح خورشيد، فما راح ما راح يحوشه.
وليش عاتب تمنع؟ اي انا اقول لك لا لان يعني هم مو تكتكوا بالتصويت المجلس انت تبي اي هم مو لفوها باتفاق مع الحكومه ومع بعض النواب ان يخلونها واحد بواحد ولا عطونا وهم يدرون ان مسجلين من الصوت فقلت لهم ان انا ابي انا قلت مؤيد عشان شو اسمه انا قمت لما تكلم وليد وانا الثاني ادري خلاص ما يحق لي اتكلم اي لما قلت حق الرئيس قلت له انا مؤيد خلاص ما لي مجال اتكلم لازم اقول معارض الاستجواب طبعا كلامي عشان يعطيك الحق كلامي كله راح يكون مؤيد الاستجواب هو عارفه فقام الرئيس مسجل انت من ضمن العشرة لا ادري شوف انا اعيد واكرر الى الان هم شنو عذرهم طبعا الرئيس جزاه الله خير دائما يقول اللائحة اللائحة والمادة اللائحة انا قمت هني قلت اعطوني المادة اللي تمنعني يا اخي اسمع كلامي اسمع كلامي وشوفه يمكن غيرت رايي انت ما اعطيتني فرصه بس عليهم لا لا ما علي بس انت من المفروض شو تسوي انك تعطيني زين شنو الماده اللي تمنعني قال لا واحد مؤيد واحد معارض يا اخي انا قلت معارض عطني اللائحه اللي تمنعني ما في لائحه قال لك لا ان متحدثين اثنين متحدثين مؤيدين بعد كذا اقول له عطني الماده عطني اللائحة ما في لائحة ما في مادة تمنعني اللائحة يا عبد الله مش انت ايش رايك في انا ما اتكلم في في فيها فيها رقم لها رقم اللائحة مو رقم اللائحة هذا جرى مادة رقم المادة العادة والعرف اترك العرف انت تتكلم ما مؤيد استجواب معارض استجواب انت تتكلم عن لوائح انت تتكلم عن لوائح وانت قاعد تطبق اللائحة انا طلبت قلت عطني رقم اللائحة تمنعني عطني رقم المادة خلني أشوفه يمكن أنا غلطان زين ما تبي تعطيني رقم المادة أنت بتلف عليه ماشي أنت اسمع كلامي اسمع كلامي أنا طبعا صحيح إن كلامي أنا مؤيد تقول معارض تبي تقول معارض وبتكلم مؤيد الاستجواب ما تصير مالي لهالطريق يعني قص علينا إحنا مالي لهالطريق بس أصبح إن زين حتى خروج الورقة إن مثلا والله إن كذا هذه الورقة مفروض تطلع بنهاية لما ينتهي آخر المتحدثين يعلن الرئيس عن أن في ورقة تقدمت أنا لما شفت الالتفاف هذا أنا أعلنت وأنا بالجلسة قلت يا أخي الورقة تقدمت شنو خايفين منه خلوا العالم تتحكى خلوا العالم تتكلم مو هذا اللي أدي أن النواب يأخذون موقف من قبل يعني الوزير أو من قبل الحكومة أو من قبل النواب آخرين زملاء لهم يا أخي ليش ما تخليه شنو خايف عليه يعني قالوا اللي بالاستجواب كله ليش حمدان العازمي بيتحدث ليش تمنعه أو غير حمدان العازمي ليش لا والله ليش؟ أنت عندك كلمات محضر الظاهر وراحت عليك الفرصة طبطبائي ما أعطاك الدور ما له شغل المجلس اللي حطه لأن أنتم اثنينكم مؤيدين للاستجواب شلون تكلمون ورا بعض ما يصير في مادة للحين أقول لك في مادة تمنع إيه شنو عطني المادة المادة العرف اللي جرى في مجلس الأمة على مدى ما بالعرف أنا أقول لك أنا أقول لك قانون مجلس الأمة كذي أنا أقول لك عطني قانون ما تقول لي عرف إحنا بمؤسسة تشريعية أنت قاعد تتكلم وفقا للمادة وفقا للائحة فهذا الكلام هذا الحديث وأنا قاعد أتكلم وأنا قاعد أتكلم مع الرئيس نعم إيه التفت ولا الشيخ خالد الجر يطالع يقول لي ما يصير تخرب الجلسة ما يصير خلينا نشوف الصورة هذه الحين هني أنت يعني أبو عبد الله يعني بغيت تشبه طق داخل المجلس شل ليش وصلت الجلسة إلى هذا المشهد قل لي شوف فهني تقول خالد الجراح وزير الداخلية خالد الجراح الشيخ خالد الجراح وانا قاعد اتحدث ويا الرئيس فجاه هو قام بالجهه الثانيه كان اعتقد انه كان الوضع اللي كان هو فيه كان وضع من شحن مو قايم يعني انت اصبر انت لا تدافع خليك انا اشوفها بعيني اشوفها بعينك انت ما كنت على كيفك ما كنت بالاستراحه ما خليك تسولف على كيفك زين ما كنت بالاستراحه زين المهم قام أنا قاعد أوجه كلام للرئيس قال يا الأخ الرئيس ما يصير قاعد يخرب الجلسة كلم الرئيس قاعد يخرب الجلسة لازم يقعد أنا سمعت كلمة لازم يقعد قاعد يخرب الجلسة ما يصير قاعد يسوي فوضى يخرب الجلسة لازم يقعد أنا التفت له ولا الرجال جاي من جدة قلت له مو أنت اللي تقعدني مو أنت اللي تقعدني ولا عشرة يقعدوني من اللي قاعدك ما حد لا ما يقعدنا إلا رب العالمين عرفت فقلت له مو انت اللي تقعدني ولا عشرة يقعدوني
ولا اسمح لك لا انت خلاف بسيط خلاف راي ترى ما هو ادري لا اسمح لك لا انت ولا غيرك ولا كان يفترض لان الكلام كان مع الرئاسه ما كان يفترض انه يقوم قلت له ما اسمح لك لا انت ولا غيرك نعم انك يعني انت وضحت الامور لان هذه الناس كثير يعني ما كانت واضحه بالنسبه لهم برجع حق مشعل اليوم انت تقيم التقييم النواب او مواقفهم السياسيه لما تنبني على موجه معينه تصير في تويتر هذا شاهدناه في جلسه استجواب سلمان الحمود ايضا شاهدناه في استجواب محمد العبد الله ما ادري صح ولا خطا لكن انت توك تاكده لكن مجلس يقاد من قبل ضغط اعلامي في تويتر ويتم التسابق على اعلان طرح الثقه هذا المؤشر جديد على يعني هل هذه سابقه برلمانيه ان النائب يدش تويتر يشوف الهاشتاج اذا مولع اعلن موقفي اذا نايم ما اعلن موقفي يعني بدا له تاثيره بالنسبه لتويتر بدا له تاثيره على وتويتر تلقاه شبكه واحده مع بعض ولمتى يعني كذي يعني كذي شو راح يمشي المسؤوليه العامه على بالامر هذا هي مسؤوليه على رجال الدوله من حكومة من نواب من عقلاء من إعلام من ناس مختصين يكون يعني عمل مجلس الأمة يجب أن يكون عمل مؤسسي عمل واضح نهج أمين وصادق لأن الناس هذه معطية ثقتها بالمجاميع المنتخبة بالحكومة كذلك بالناس أصحاب الرأي السديد اللي قاعد يحصل أن هذا إرباك وفوضى اللي قاعد تصير إنه والله تعقد جلسة ويصير نقاش وحوارات ويصير جدل سياسي فيما بينهم لحتى تنتهي هذه المرافعات على ضوءها يتم تكوين الرأي مع أو ضد وما يتكون بليلة واحدة ولا بساعات يتكون اللي اجتهدوا المستجوبين قدموا ما عندهم والمستجوب اجتهد ورد والنواب أعطوا رأيهم يبقى بعد ننتظر بعد اسبوعين بعد 8 ايام الموعد القادم الجزمة. ليش نخلي تويتر هو المحرك والدينامو المؤثر والاعلان يصير بتويتر والاعلان يعني مو معقوله يعني هذه انا اسميها فوضى انا وجهه نظري اخوي عبد الوهاب اسمح لي اخوي عبد الله انا كمواطن خلني كنائب كمواطن وكنائب اشعر كذلك ان الكويت مؤشرات خطر عليها جايه قادمه من وين المؤشرات واتمنى ان يكون مخطئ داخلي ولا خارجي من الخارج يعني احنا الحين في فوهة بركان حوالينا الوضع السياسي العام الوضع متأزم الوضع الاقليمي ما هو زين واكبر دليل على ذلك سمو الامير في خطابه بافتتاح المجلس كان واضح. بين في هذه الامور يا جماعة خلنا نتفاهم نتعاون لا نقعد والله أنا بفلان وأنا ما بفلان ونقعد ونسوي أزمات بيننا وعداء وكراهية ليش خلوا المواطن يعيش باستقرار بأمان بمستقبل برؤية واضحة بأمان ونحاول نتجنب الأمواج اللي حوالينا أما بالطريقة هذه من خلال السياسة من خلال الحدة في التعامل والطرح فيما بيننا كشعب كويتي يجب ان نتفهم مستقبلنا بكل بس يجوز بمشعل كل ما يعني صار فيه هناك تصعيد سياسي معين وهذا قاعد يفككنا لا ما يصير كل ما يعني نائب يبي يستجوب وكذا قلت والله الاوضاع الاقليميه مو زين من 300 استجوب. سنه من 300 سنه الكويت يعني الاوضاع الاقليميه مارسها بضمير صحيح لا تمارسها بعدائيه لا تمارسها بضديه لا تمارسها بالغاء يعني انا قصدي ان قدرنا احنا في موقع جغرافي من 300 سنه من تاسيس الدوله واحنا اصلا يعني الاوضاع ملتهبه وتقلبات قاعد تصير يعني فعلا ما راح نخلص الوضع خطير بالنسبه للكويت واتمنى ان يكون مخطئ والله يستر على الكويت لان قامت تفرقنا السياسه وقامت تلعب فينا وتحوسنا زين الحين واحد بتويتر اسمح لي واحد بتويتر يكتب يسب شخص مثلا بالسعودية أو بالإمارات هذاك يرد ما يرد عليه بروحه إنه والله هو رأيه وغلط ولا صح يرد عليه يقول أنتم كذا وأنتم المحافظة 19 وأنتم ليش تدخل الشعب الكويتي في هذه
ليش ما الحكومة تعامل بالمثل برفع القضايا مدام جبتها مو مشعل؟ ليش الحكومة ما تعامل بالمثل؟ المعني نفسه يشتكي المثل لما يطقون الكويت، ليش ما ترفع الحكومة قضايا عليهم؟ على بعض المغردين اللي يسيئون للكويت ليش ما ترفع قضايا؟ يعني ليش العكس الدول الأخرى إنها هي اللي ترفع قضايا على المواطن الكويتي؟ ليش؟ هذا فينا نخلي الحرية تعبث فينا بالنسبة للوسائل التواصل برجع لك عليها بس مشعل بعدين هذا الموضوع يعني ما نبي ندش في الجزئية الحكومة ورفع قضايا مغردين خارج الكويت. أنا بس سؤالي لك على تويتر أنتوا اليوم مجلس يعني صار مجلس ريتويت سياسي، مجلس يعني اتهام عليكم وانا اقول طبعا مجلس ريتويت سياسي، مجلس انت موقفك تاخذ تبطل التايم لاين تشوف وين الموجه روح اخذ. انا اعتقد موقف. النائب اللي خاف من تويتر ما اعتبره نائب او انه بيصعد الموجه. ليش؟ لان مع الاسف مع احترامي وتقديري هذا اللي صاير. لا مع احترامي وتقديري شوف الشخص اذا مصلع على راسه وقاعد يكتب باسمه هذا تحترمه صح، بس اللي ما احترمه اللي نك مستعار وقاعد يطق العالم هذا ما احترمه ولا قدره حتى لو عرفته. بالعكس هذه إساءة له، يعني ما تستر إلا المرأة، ما تستر وما تحتشم إلا المرأة. أنت رجل إلا إذا كنت فعلا حرمة بنك مستعار وما تبي أحد يدري عنك هذا أمر ثاني. حتى بعض النساء قاعدة تحط اسمها وصورتها وقاعدة تتكلم بكل جراءة واضحة وتحط رايها، هذه احترمها. الرجل اللي يتكلم باسمه احترمه. نعم. لما تقول لي انه والله انه ياثر تويتر، انا اقول لك لما ياثر تويتر على الضغط وانه على الحسبه مثل الطرح الثقه، انا اقول لك اغلب وسائل التواصل مو اغلب، اي بنقول الاغلبيه فيها من يملكها؟ من يملكها يعني شركات عالميه؟ لا ادري اوكي خلها شركات عالميه. اغلب عفوا الحسابات المغردين اي ثلاث ارباعها انها تملكها الحكومه. لا خلها لا بامكانها توجه. شوف في تيارات وفي جزء منها يعني نسمع انه يقال في تمويل موجه معارضه، في تمويل يعني مثلا مرات ليش يمكن أنا مثلاً كحكومة الوزير الفلاني ليش ما تكون الحكومة باعته؟ ليش مو الحكومة طقته؟ اختلف شيء حسبات اتفق الشيخ مع التاجر مثلاً. أنا بس خلني معاي اسمح لي اتفق يعني بعض الاستجوابات وبعض هذه اتفق تلقى الشيخ مع التاجر وراح الضحية سواء شيخ ولا وزير اتفق مراتي يشتغل تكون حكومة سجل الحكومة عادي عندها كل هالمغردين مو مشعل وتلاقي حكومة تيارات الحكومة لا لا أنا أقول لك أنا أقول لك مرات ما يعرفون يدافعون عن نفسهم لا وتيارات أنا لما أقول لك يعني نسمع إحنا نقول نسمع إن دقيقة مو مشعل أنا صبر نسمع إنه يقول لك والله الحكومة عندها كثير من المغردين هذا نسمع إن في تيارات إن هي من تسيطر بعض التيار على وسائل التواصل أصبح الحكومة عندها نسمع إن الوزير الشيخ الفلاني عنده مجموعة مقردين بتمويلهم نسمع أن التاجر الفلاني عنده فأنت من يملك الساحة اليوم بالنسبة هذا دليل أن هم يطقون ببعضهم. أبي شنو رأيك لما يكون يعني ناس يمثلون الدين وتيار ديني وتيار موجود بالمجتمع له مكانته، شنو أخلاق الإسلام أنك أنت تشهر بناس آخرين بدون دليل، تشهر ناس آخرين وأنت يعني منبع هذا الكلام من تويتر منك أنت يا تيار ديني؟ من هو التيار الديني اللي يقبل كذي؟ الإخوان. شلون الإخوان؟ الإخوان. إيه. الإخوان. شنو الحادثة اللي هم؟ كثير لا تعد ولا تحصى. ما يصير أنا أسمع للعالم وأقول أنا مو دفاع عن عنهم. أنت تجاوبني مش ما أعطيك فرصة تقول رأيك. أنا بقول رأيي. أدري بس أنا مو دفاع عن الناس. لا بس. لأن لو الناس متواجدة. أنا أقول سؤالي شرعي. إيه؟ إنك أنا أتكلم من ناحية شرعية. إيه؟ لا تتهم الناس ومثلاً ما عنده ما تملك الرد ولا عندك الدليل. قول القضية. أنت اتهمت الحكومة كثير وما عندك دليل. أنا هذه حكومة. أنا ما كل واحد. لا ما أقول لك أنا عندها أخطاء أنا أعطيتك الأدلة. قلت لك عندها كذا عندها كذا. الديني يمثل قمة الأخلاق الدينية. فما بالك لما يشهر أو يفتري أو يدعي على طرف من الأطراف. أو شخص أو كذا أيا كان وهو يعرف أنه طبعا أنت لما تشهر
انت مرات لما تلقى واحد عليه فضيحه تستر عليه، لان هذه اخلاق الاسلام. فما بالك انت تشهر ومو متاكد من الحقيقه وتعرف ان هذا كذب وتدفع فيه؟ ليش؟ لانه خصوم سياسيين لك او كذا او غيره. يعني هل ضمائرهم تقبل كذي ان يوصلون لهذه المرحله، الافتراء على الاخرين والادعاء عليهم والتشهير فيهم؟ مو بس الملتزم، اي شخص ما يقبل، سواء ملتزم ولا غير ملتزم، ما حد يقبل. واضح. انا بس قبل لا اخذ فاصل، انا الوقت ما بقى لي وايد، عندي بلش بشكل سريع على جواب سلمان الحمود، لانه من ضمن محاورنا نتكلم عنه، لكن ما راح نفصل فيه بسبب الوقت. ابو عبد الله، انت كنت مؤيد لطرح الثقه بالشيخ سلمان، ومن طبعا المحور الرئيسي هو اللي يعني موضوع الرياضه. طبعا الرياضه قاعد تصبح الان تطورات كبيره، يعني كل يوم المتابع لصفحة الأولى جريدة الرأي نشوف حصل اجتماع بين تركي آل الشيخ وهو رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، والشيخ بن سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي، وإحنا شفناهم قبل يومين يعني يتراشقون إعلاميا بينهم بين بعض. الكويت أيضا كانت يعني طرف الإيقاف. التراشق الإعلامي هذا اللي حصل في يوم واحد أو في يومين، اجتمعوا في رياض وحلوا يعني أغلبية الأمور. ليش إحنا في الكويت ما قاعد يعني تمشي الأمور بهذا الاتجاه؟ ليش ما إحنا مثلا نشوف اجتماع يجمع بين الشيخ أحمد الفهد وشيخ أو يعني رئيس الهيئة السعودية تركي آل الشيخ ويتم حل الأمور؟ ليش دائما الكويت هي اللي يعني الطرف الأضعف في المعادلة الرياضية؟ شوف، أنا كلمتني عن سلمان الحمود، الشيخ سلمان الحمود، فعلا هو ترى المحور الرئيسي كرياضة، هو أحد المحاور، بس محور الإعلام هو اللي خلى ثلاثة أرباع النواب يوقعون على طرح الثقة. لك سؤالي عن الرياضة، خاصة محور الإعلام هو اللي خلى الناس توقع على طرح الثقة، أيضا حتى محور الرياضة، بس اللي خلى الناس يتوقع على طرح الثقة بس هو المحور. إحنا شفنا يعني بن إبراهيم وتركي آل الشيخ في جلسة واحدة، هل ممكن نشوف الشيخ أحمد الفهد وتركي آل الشيخ أيضا في جلسة وتتصالح الأمور الرياضية في الكويت؟ الشيخ منو؟ أحمد الفهد وتركي آل الشيخ، لأنه صارت في تراشقات إعلامية بينهم. أي أوكي. مثل ما صار في تراشق إعلامي بين تركي آل الشيخ. أنت بالكويت من اللي يجلس مع بعض؟ منو؟ من اللي تبيهم يجلسون مع بعض؟ أحمد الفهد ومنو داخل الكويت؟ سلمان الإعلام، ما أتكلم داخل الكويت أنا. أي. أنا أتكلم الأطراف الرياضية. أي. اليوم قاعد نشوف تراشق إعلامي خليجي. أي. أوكي. زين، ليش تنحل في يوم وليلة؟ وإحنا عندنا ما تنحل. شوف أنا. يعني هم بيوم واحد انحلت. أي. ليش الكويت ما تنحل معهم؟ أي لا. ليش ما يقعدون مع شيوخ الكويت ويرتبون الأمور؟ إحنا هي القضية قضية نفوس. تبقى وقف نفوس. عرفت؟ لا، مو أنا اللي كذا، مع الأسف يعني الحكومة داشة حتى طرف فيها. هم قالوها وأنا قلتها بالجلسة عدة مرات، قلت له هي القضية نفوس، القضية أن يعني، وحتى قلتها بكذا جلسة، وقالوها الأخوان كثير، قالوا يبا القضية الرياضة قضية أحمد الفهد مرزوق الغانم، يعني الشارع قاعد يقول شيء. عرفت؟ إنه بس يقعدون مع بعض تنتهي القضية الرياضية. هذا ما يحصل اليوم. أنت هم حتى لما الإيقاف هذا أطلبوا، وهم قالوا بالنسبة للإيقاف وأمر بسيط، ترى سحب القضايا، إعادة الاتحادات، تعديل القانون. زين يا أخي، أنتم الآن لو سويتوا هذه القضايا، يا أخي حتى لو يرجع، أنا وجهة نظري حتى لو يرجع طلال فهد، أنا أتوقع ما يأخذها، لأن الأغلبية الموجودة راح تشيله. بس ليش؟ لأنه لا، ما يصير إحنا نرضخ، ما يصير كذا. وبعدين من اللي ما كلها؟ اللي ما كلها الشباب الرياضي. أنتم حتى لو عدلوا القانون الآن، حتى لو قدلوا وسحبوا القضايا وردوا الاتحاد، من ثاني يوم جمعية عمومية وتنتهي وخلاص، وانتهى الإيقاف وراح. الآن مثل ما اجتمعت الأندية اللي كانت مع طلال فهد في السابق وكانت مؤيدة له في السابق، الأربعة عشر نادي. نعم. الآن الأربعة عشر نادي شكلوا الاتحاد نفسه. نعم. وردوا. أعتقد أن حتى لو تنتهي القضية، يمكن عدم عودة طلال إلى نفس المنصب. لا عبدالله، أنا مو قصدي. إحنا ليش نخليها نفوس؟ أنا مو قصدي يعني أني أنا أفتح الملف الرياضي، أنا بس قاعد أتكلم على آخر ما توصلت إليه
الرياضة في الوطن يعني العربي والخليج. يعني أنا لما سألتك قلت لك ليش مثلا أحمد الفهد ما يقعد ويا سلمان بن إبراهيم مثل ما سلمان بن إبراهيم قعد ويا تركي آل شيخ وحلوا المشكلة؟ هذا كان سؤالي. ليش بن إبراهيم وأحمد الفهد ما يجتمعون ويحلوا مشكلة الكويت؟ هذا سؤالي. أنا أعتقد أنها القضية قضية نفوس، قضية واضح. إذا كان فيها مصالح ما أعلمها. واضح. نرجع بعد الفاصل. غسول الجسم من دوف أو الحليب، أي واحد برطب أكثر؟ حليب دوف. حليب دوف. رومي بتجرب الحليب وليا بتجرب غسول الجسم من دوف نوتري موستشر يلي فيه برطب البشرة من أعماقها لتصير ناعمة وأكثر مرونة. غسول الجسم من دوف ترطيب أفضل من الحليب. مهما طال المساء أو قصر نبني لكم في قلوبنا قصر، موعدنا نفس حزة طلوع القمر. يعني بنقولك بالمختصر نطرونا على مسائي. أنا راشد الهلمي. وأنا دانا العويصي. برنامج 18 المليء من الأخبار وأيضا المليء من المفاجآت. كويت من الأندية اللي تملك البديل وبديل للبديل. توقعات تفوق التخيلات. هذا الحكم على طول كرت الأحمر وياك. أنا أخلاقي ما تسمح لي إني مثلاً أفتعل المشاكل. أبي لاعبيني، أبي محترف. طلع لي واحد يقول الشيوخ يستجمون الشيوخ، وانا اقول اليوم حكومه تستجم حكومه. انا ما حاشيتك يا شيخ ولا كلمتك من الاسره الحاكمه ولا كلمتك بصفتك احمد الحمود، انا اكلمك بصفتك وزير داخليه. انت قاعد في بيت الامه، انت الامه البريئه الحاكمه. اقعد اقعد. اوعدك يا معالي الوزير بدل ما تحاتي وتلف على افراد اسره حاكمه تقول لهم صفاء بتجرحني، انا ما راح اجرحك، اقول لك كلمه واحده اكتفيت. اذا كنت مو قد هالمنصب اتركه حق واحد احسن منك. احنا اتهمناك في ذمتك الماليه، حنا قاعد نقول انت حنف بالقسم وديت معلومات غير صحيحه. وهذه الوجهات الفاخره تشكيله الباربيكيو الجديده. اكسبو سيتي رواد تنظيم المعارض والمؤتمرات. حلقة جديدة من برنامجكم برنامج كلينيكلي مركز الجار الله الألماني، ونتكلم على شنو هما هي البروستات، شنو أعراضه، ليش واحد يعمل الفحص حتى لو ما عنده أعراض. ناخذكم مباشرة إلى أخصائية التجميل وأخصائية البشرة زيبا رفيق. طبعا تطورت الجراحات وأصبح عندنا حلول علاج مشاكل مثل رفع أرنبة الأنف أو تصغير الفتحات. نتمنى إن شاء الله دائما تكونون بصحة وسلامة. كلينيك في الأوقات التالية على راي. في برنامج رايكم شباب نكون حريصين نقدم لكم مواضيع وضيوف. هاي أول مرة طلع ضيف قناة الراي، هذه فرصة مشكورين عليها. مفهومة والله الورقة يمي. شخصيتك أنت لازم تطلع في المكياج مو ذوقي أنا. وهذه أنا دائما أقول حق شباب، أنت بإمكانك تدخل السوق بفكرة جديدة ما حد سواها من قبل. نتمنى المشاهدين أيضا استمتعوا بهذه الأجواء معانا. رايكم شباب على الراي في الأوقات التالية. أعود لكم مشاهدين الكرام والمحور الأخير في هذه الحلقة وهو مستقبل العلاقة بين السلطتين وشكل الحكومة الجديدة. بمشعل، الحكومة استقالت ولكن ما زال التصعيد السياسي من النواب مستمر، وإذا الوزير الفلاني إذا رجع للحكومة راح يستجوبه أو يجب أن تكون بهذا الشكل أو بذاك الشكل.
شنو تشوف مستقبل السلطتين وشكل الحكومة ورسالتك الأخيرة للنواب اللي قاعد يهددون الآن؟ أنا بالمستقبل الحكومة راح يشكلون الوزراء اللي مقتنعين فيهم واللي يحظون بثقة سمو الأمير، وراح يكملون عملهم داخل مجلس الأمة مع الأعضاء. ولما يقول نائب والله لا إذا رجع الوزير الفلاني أنا راح استجوب، وإذا كل وزير استجوبه يعني معناته ما راح الحكومة تقسم. أنا أكد لك أن الحكومة راح ترجع، يمكن قد يكون تعديلات طفيفة في مجلس الوزراء، وعليهم المواجهة مع مجلس الأمة، وعليهم أن يتضامنوا تضامن صحيح ويحطون الوزراء اللي مستحقين أن يكونوا وزراء وجادين في عملهم ونظرتهم للإصلاح. ما كانت متضامنة بشكل صحيح الحكومة السابقة؟ لا أنا أقول لك متضامنة، لأن الوزراء الآخرين اللي غير الشيوخ، حتى الوزراء الشيوخ، بس خلينا نقول لك الوزراء الآخرين كلن يخاف على كرسيه، ما يبي يحتك، ما يبي يتكلم، ما يبي يبين تضامنه مع الوزير الفلاني أو مع الحكومة ككل، ولكن في النهاية إذا صدر قرار عليهم يلتزمون، لأنه يقول خاف يجيني الدور استجواب من يوقف معي. صار في عندهم شك من الحكومة أنهم ما حد يفزع لحد. الحكومة دائما موجب الدستور متضامنة في قراراتها في مواقفها. يأيد عودة البثل الوزير المستجوب أو شيء؟ من هو؟ تأيد عودة الوزير المستجوب؟ أنا إيه، لأنه مظلوم عندي في نظري، أيد أنه يرجع أي وزير ويرجع وزراء آخر ما دام أخذ ثقة صاحب السمو أنا أتعامل معه، وجدت عليه مثالب أو مثلب أو تجاوز أو إهمال لا تلقاني معاك ضده. لكن اني انا احكم على الناس واحكم على النوايا واحكم على الاسماء قبل ما اشوفهم عطل فرصة للعمل. انا بقولك اصبح ليش انحلت الحكومة؟ يعني ليش ما واجهت الحكومة؟ ليش انحلت؟ عاد هذا انت السؤال. لا لا مخالف، انا ما جاوبك على الحكومة. لا لا انت بترد وزير تم استجواب له وحصل على عدد محمد العبد الله. محمد العبد الله لا يرجع، سبق رجعوا وزراء. لا انا حكيك انا ليش حلت ادري الحكومه ليش انحلت عجب. انت بترد اي يعني شلون الرقابه لونها صاير احمر اخضر؟ انت ما ادري انت للحين لا شلون ما ادري انت طلبت طلب اصبح ادري طلب انا ما اتكلم، انا اقول حتى لو كان غير محمد العبد الله صدقني وراح وحتى بالمستقبل هذا كلامي لاي وزير سواء شيخ ولا غيره. زين انا اقول ليش استقالت الحكومه اذا بتعيد الوزراء مثل تم استجوابه؟ شلون يعني الرقابه؟ شلون تمكن المجلس من الرقابه؟ انا وجه وطرحت 28 رقم ما هو سهل يعني عدم ثقه. زين انت تروح ترد يحط بوزاره ثانيه ما عندنا احنا نقول مدام وصل العدد الى هذا الرقم هذا انت ليش وزاره ثانيه ما عندك مشكله؟ لا شلون وزاره ثانيه يعني ما يرجع وزير الدوله؟ انا اعتبره انا اعتبره أمانة وحتى في المستقبل لو غير محمد العبد الله راح أقول نفس الكلام هذا، أن أعتبره التفاف. لا لا التفاف وأعتبره أنا إذا قبل أنا أعتبرها سنين. خلنا أقول خلنا أوصلها لك، أنا أعتبرها يعني خلني أكون شوي، أنا أعتبرها أنه إهانة للمجلس. لا لا مو أنا أقول لا أنا أقول لك إياها ليش؟ لأن وين الرقابة صايرة؟ أنا لما أقدم الأدلة ولما استجوب وتدرج ما مكنوك من مرحلة وأكثر من نص المجلس التالية. أكثر من نص المجلس 28 نائب ما وصلت طرح الثقة. هذه تصريحات مالي من اللي وصل من اللي ما مكنني أني أوصل الحكومة. هذا إجراء دستوري، استقالت الحكومة من حقها. زين استقالت تبي تعيد تنظيمها؟ التفاف. شو المشكلة؟ التفاف. ليش تسميه التفاف؟ بعيد ترتيب أوراقي، تعيد ترتيب أوراقك وزراء آخرين. الآن ما أدنت الوزير، ما انتقلت من اللي خلاني 28 شنو 28 تصريحات؟ شنو تصريحات؟ تصريحات كلها لا لا تصريحات الإنسان لا تو نتكلم عن إرهاب التويتر وما تويتر الغلاط. ليش ما دشت الحكومة إذا كانت تصريحات؟ ليش الحكومة ما دشت؟ أنا بسألك سؤال. لا بسألك سؤال لا اسألني وأسألك. أدري أنا زين ليش الحكومة ما دشت؟ وإيش ما دشت؟ ليش ما دشت طرح الثقة؟
مدام انها تصليحات اي بس لها جانب دستوري تقدر تمارسه. شنو جانب دستوري؟ كيفنا احنا استقالت وقدم استقاله للامير. احنا لا بقينا نقول دستوري، قلنا دستوري ولا قلنا غير دستوري. دستوري وبعدين الكلام هذا قوله للحكومه، انا ما امثل الحكومه. ما تمثل، انا قاعد اقول راي لان انت تقول راي ثاني. انت تمثل الانتخابات الفرعيه لانك انت نزلت من الانتخابات الفرعيه. وانا مخالف. لا ما نزلت، ما نزلت ولا انتخابات فرعيه. نزلت من قبل وسقطت. انا اقول لك نجحت. اسمع، نجحت بعدين. انا نجحت من انتخابات رئيسية. إيه هذه الحجة. شوف ما في مقلب علي إلا يقول هذه مو أنا ناجح. فرعية سويت ولا سويت؟ دشيت. لا لا دشيت البرلمان. دشيت أقول لك دشيت. كنا نازلين 22 من أبناء القبيلة. الأخير هذا دشينا 14 مع أبناء الدائرة كلهم. ما ولا مرة دشيت. عرفت؟ ما أدري من اللي قايله، بس اللي عطاك المعلومة خطأ. نزلت وسقطت بالفرعي. سقطت بالفرعي ما نجح. لا لا بس بعدين عاد نزلت رئيسي. كله رئيسي، كله نزولي رئيسي. بس تعتبر هذه مخالفة دستورية واضحة. لا لا المخالفة لو ان تم نجاحي من الفرعي احنا زين ودخلت المجلس، هذه المخالفة الدستورية. انت اللي طلعت من وجهك لان ما عنده شيء يقول علي. ما عنده شيء، ما عنده شيء ادينك بشيء. هذه مخالفة دستورية واضحة. انا ما نجحت عشان الديني. انا ما نجحت عشان الديني. انا ما دشيت البرلمان من فرعي. انا عمري ما دخلت فرعي اصلا. انت هذا اللي تبي توصل له. انا نفسك ما دشيت. فرعي. ما ادري والله. لا ما عنده شيء. ما عنده من اللي دزها. لا ما ادري. ما عنده. انا شكو دستور. انا ما نجح. وجود حمدان العازمي في مجلس الامه وهذه التصريحات اللي قاعد تشوفها، هل هذا المجلس راح يستمر بالخبره؟ ابي اجابتك. من الان راح يستجوبون؟ من الان راح يصعدون؟ مني لسنه موجود المجلس يعني تقريبا. ما اقدر. شو الاسباب؟ التصريح هذا دليل ان المجلس بس لا يأتي يعني لا يأتي ظرف آخر. الحكومة روضت. ما لم يعني يأتي ظرف آخر. شنو يعني؟ أقليمي ولا خليجي؟ أقليمي. يعني حتى سنة مو حددنا. يعني سنة أنا أتوقع أن المجلس مستمر. بعدين يطير. والحكومة راح تشرب حليب سباع. إيه؟ وراح تجي التشكيلة القادمة. بس إيه؟ هذا يدل على أن المجلس يعني الحكومة روضت المجلس. أنت قاعد تقرأ النوايا. يعني أنا ما أقرأ النوايا. أنت تقول راح تشرب حليب سباع. يعني شنو القصد؟ ليش؟ شنو حليب سباع النواب؟ يعني النواب ايش يشربون؟ يبعدون الخوف. ايش يشربون النواب؟ اللي يبعدون الخوف عنهم الحكومه لما يشربون. شنو خوف؟ ما في شنو خوف؟ المهم الوزير اللي جبان ما يفترض انك تعيده. انت ما تقدر انك تحطه يجون مع بعض يصير موقفهم موحد ويتعاضدون مع بعض. دائما الحكومه ويقدمون مفهمة. الافضل ويقدمون الافضل في عملهم وفي شغلهم ويجون يواجهون المجلس لما يقولهم السؤال الفلاني هذا الجواب. هذا الوضوح. بس خلنا احنا نرتقي بالتعامل بين المجلس والحكومه. شو اللي يمنع النائب او مجموعه من النواب يجون للوزير الفلاني؟ العالم ما تبي استجوابات. الحكومه ما تبي استجوابات. ما تبي النائب يحاسب على كل الفضايح اللي تصير. الله يطول عمرك. الله يسلمك. انت تجي للوزير تقول له الوزير في عندك الخلل الفلاني. اذا انت تبي الاصلاح. اي اذا تبي الاصلاح الصحيح عندك المثالب الفلانيه رجاء تفيدنا فيهم وتحاول تصلحهم. ما في داعي نرتقي الى خطوه اخرى وغيرها وغيرها استجواب وطرح. مو هذا اللي قاعد يصير. مو قاعد يتجاوب. ما قاعد يصير. لا قاعد يصير. ما قاعد يصير. كان كل واحد يتصيد على الثاني وهذه مصيبه. يعني ليش نخلي نظره المجتمع عنا ان احنا مجتمع غير متعاون دائما نصيد بعض؟ ماكو فايده. احنا الخسرانين. الكويت خسرانه في النهايه. لكن احنا خلي يكون في خطوات للعمل. بعدين الوزير اللي شفتوه ممكن روح الرئيس الحكومه ترى كذي كذي. إذا ما تسنع هذا وزيرك وتسوى شغله عدل ترى احنا قاعد يردون البعض منهم بحكومات أخرى وقاعد يستمر جوابات موجهة. شلون الرقابة شايلة إذا برد وزراء مثلا موجه لهم أو وزراء موجه يعني مثلا مثلا أنا بقول لك الحين هند الصبيح لا لا دقيقة أنت الحين ترد وزير تم الاستجواب له و28 نائب وتقصي مثلا لو تب تقصي وزير مجرد تصريح نائب تقصيم مجرد تصريح نائب هدد شلون مثلا هدد اي مثلا مجرد لا ادري عفوا مجرد تصريح نائب هدد مثلا وتقصي ولا وترد نائب تم طرح فيه الثقه 28 نائب ترد وزير تم طرح الثقه فيه 28 نائب
شلون صايره؟ هذا جوابك مو كافي. شلون صار؟ كلامك مو كافي. شلون كافي؟ 28 ما صار. شلون ما صار؟ شلون انت من اللي ما خلاها توصل؟ من اللي ما خلاها توصل؟ حكومه. هذه صارت بدغشه من الليل. انا دغشه شيء دغشه من الليل. من اللي دغشه؟ اطراف منه؟ والله ما ادري اتفقت يعني شنو تعرف. شنو اتفقوا يعني؟ من اللي اتفقوا؟ من اللي باع يعني؟ قصدك انباع؟ ما اقول انباع، صار في شيء انباع يعني. انت تستنطقني بكلام؟ ما استنطقك مو مش ادري انك تملك الكلام. إيه؟ عرف منهم باع يعني؟ صار اتفاق ما في لا لا لا. الشارع قاعد يقول والله صارت صار والله صار اتفاق الشيخ مع التاجر، وفي ناس خافوا وقالوا الليله ينحل المجلس على الاقل اسمي مسجل. لا وقال في ديلات قاعد تسوي من برا. قال في ديلات والحين في ديلات ويرمي الى صراع الاسره. والله صراع الأسرة ما هو مؤثر لهالدرجة في الأمور هذه. خلافات الأسرة لابد فيهم بينهم خلافات. لا لا بس جواب محمد عبد الله قصدي. بس ما يكون ولا ما له علاقة. ما يكون مكشوف. عاد راجع لهم ما يكون مكشوف يعني أمام الشعب. الشعب ما له ما له ما له حد مكشوف حد. أي يعني ما له ذنب يعني الشعب وداخل قبة عبد الله سالم. عمر المجلس. عسى الله يصلحهم إن شاء الله. عمر المجلس. والله أنا كان لي تصريح إنه راح أول تصريح لي بعد النجاح. 2016 قلت أنا المجلس راح ينحل 2018 بداية 2018 كنت أكون مثلا القناعة أنه راح يعدي أول سنة ثاني سنة يعني متفق ويا 2018 تعرف العجيري بس أنا كنت أقولها كذي. الآن 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 إذا تم إذا الحكومة أعادت البعض الوزراء أنه واضح أن الحكومة هي تبي التأزيم. بس أنا أقول وعيد وكرر شنو مصلحتها بالتأزيم يا أبو عبد الله؟ شنو مصلحة الحكومة بالتأزيم؟ ليش ترد الوزراء وين يشتغلون؟ حكومة شنو شنو معايير ما يخالف؟ لا لا ما لا لا بس دقيقة شنو معايير تعيين الوزراء؟ لا شنو المعايير؟ شنو المعايير بعد الله؟ شنو المعايير؟ ما هي معلنة ما هي واضحة. لا شنو المعيار اللي أنت قاعد الحين؟ شنو استفاد المواطن الكويتي من الاستجوابات؟ ها؟ شنو استفاد المواطن الكويتي من الاستجواب؟ أصبح إذا ما صرت ولا عندك قضايا وجدول الأعمال وقضايا شنو سوت الحكومة؟ شنو سوت الحكومة للمواطن؟ للمواطن الحكومة إذا ما كان في ضغط من النواب. النائب حمدان العازمي كل الشكر لك، سامحنا، والنائب خلف المثير كل الشكر لك، آسف على هذه المقاطعة ومشكورين على قبول الدعوة. عبد الله بس انتهى وقتي والله ما عندي وقت. يلا شو نسوي؟ بس عندي حكي كثير كثير. ناخذكم حلقة ثانية إن شاء الله. تصبحون على خير بالليل. الله يعطيكم العافية. تصبحون على خير مشاهدينا الكرام. هذه كانت حلقتنا الأولى، نشوفكم إن شاء الله السبت الجاي. قبل لا نختم تقرير وراي الراي. لابد من التطرق إلى الموضوع الأهم يا سمو الرئيس، وأنت لست بخاف عما يحصل. وزارات السيادة للشيوخ، صح أم خطأ، يجوز أو لا يجوز، هذا هو الواقع وتغييره بيدكم. لكن القصة ليست هنا، بل في حالة الصراع المشتعل بين أبناء عمومتك قبل الآخرين. تعرفون تماما ماذا يحصل بينهم، والتسريبات المضادة التي يقوم بها هذا وذاك، والحفر المستمر لبعضهم بطريقة يصعب ردمها لاحقا. يجب أن يعرف هؤلاء أن هذا الأسلوب يضعف السلطة ومجلس الوزراء قبل أن يضعف الشيوخ الوزراء. ويبدو أن المتصارعين لا يتعظون بأسلافهم الذين كانوا مستعدين لإحراق البلد من أجل كرسي. أوقف صراع أبناء عمومتك يا سمو الرئيس قبل أن تبدأ بمحاسبة الآخرين.